لو مسحورة زي ما هما بيقولوا ومعمول لها سحر وتعبانة كانت ضربت أمها، مش كانت حسد بنفسيه، مش كانت ضربت حماتها بس، كانت ضربت أمها روح لو كانت ولا كانت خبطت بنتها موتات. المسحور ده مش بيحس بنفسه، عمرها ما تعبت نفسها ولا عمرها ما خدت دكتور. أول ما فتحوا البوابة بيقولوا الناس إيه؟ ده حماتي اللي ضربتني، هي اللي ضربت بنتها. اللي خلت علي مثلا الفيديو مش العيال ده إيه؟ الصوت مش واضح، الأطفال دي، الأطفال دي مش الصوت مش واضح. شيل شيل الأطفال دي. مين اللي خلى جوزها اللي نشر الفيديو؟ جوزها إجا إمبارح احنا اسفين طبعا الشبكه هنا يعني للاسف الشبكه عماله تقطع. احنا بنتاسف للساده المتابعين الشبكه عماله تقطع. تعالي يا حاجه كده ناحيه الشباك شويه بعد اذنك. معلش يا حاجه انا اسف يمكن ما يقطعش عشان الصوت بس. اتفضلي. هي اول مره تعمل فيها كده ولا عملت؟ اول مره تتجرأ عليها بالطريقه دي. ويعني كانت تكش فيها تكلمها كلمات. كانت في مشاكل بينهم قبل كده بينهم وبين بعض؟ كانت في مشاكل يعني البيت نفسها فيها، عايزه حلاوه تجيب لها، عايزه بس تجيب لها سمك. زوجها مسافر بقاله قد ايه يا حاجه؟ بقاله 6 شهور. اول حاجه عملها جوزها لما شاف الفيديو ده مصدر ونزل. هو المفروض ان هو كان مسافر الامارات ونزل جه مصر صح؟ نزل جالكوا هنا؟ نزل هو المفروض دلوقتي في النيابه. هو في النيابه هو وامه. وتم القبض عليها صح؟ امبارح تم القبض على الزوجه امبارح. هي محبوسه بس. اتحبست امبارح. بالليل الساعه 12. انتوا بقى يعني حضرتك مامتها اتصلوا عليا وقالوا لي الحقي مامتك بتنضرب. دي مامتك اللي انضربت. عملتي ايه ساعتها؟ انا بقى لما شفت الفيديو فرحت الكاميرات وشفت الفيديو انا اتصدمت. مش مصدقه خالص. ازاي امي تنضرب بالفواحشيه دي؟ غير كده كمان اصلا يعني امي مش دافت عن نفسها. ولو كانت هي امي كانوا لوحدهم كان زمانهم موتت امي. مين اللي حاشا عن مامتك؟ امها. يعني كلها هتموتها في ايدك وهتودينا في داهيه. ده بس كل اللي هعمله. كل ده عشان خاطر الموسم يا حاجه. مش اي مشاكل. وتقول لها انت مش متاكديني. مؤسفه بقى طبعا. يعني اللي حصل ده ما ينفعش، ما يرضيش اي حد ان الست الكبيره تنضرب بالشكل ده. يعني المفروض هي في مقام مامتها زي مامتها، حتى لو ايه اللي حصل ما ينفعش ان هي تعمل معاها كده. والحما عمرها ما تنضرب. مهما الحما بتعمل، مهما الحما تشتم او تضرب ده احترامها. طبعا ما ينفعش زي مامتها، هي تعملها زي مامتها. هي تقدر تقدر تمد ايديها على مامتها؟ امها كانت موجوده مضربه ما بيلوش. بعد ما اتفق وقال هنقعد قعده يعملوا قعده عرفيه يعني الموضوع يتحل على بعض وتيجي. قال لا مش هسمح كذا، يعني نقص فلوس القعده وقال مش جايه. ان شاء الله حق يعني الست الكبيره دي تاخد حقها باذن الله، لان كده ما ينفعش خالص اللي حصل ده. والفيديو يمكن انتشر بطريقه بشعه على مواقع التواصل الاجتماعي. والسيده اللي بتضرب حماتها اللي المفروض حماتها دي زي امها تضربها عشان خاطر موسم، يعني حاجه ولا في الخيال بصراحه. خسر يا بنتي. انا ولا بزود ولا بكتب والله. دي اللي سمحته ودي اللي حصل. ان شاء الله حقكم يرجع يا حاجة. جوزها محترم وهادي وكمشتغل لحد الان بتجيب لها اللي هي عايزاه. ان شاء الله حقها يعني حق الحاجة يرجع باذن الله، وان شاء الله القصاص العادل اللي يجيب لكم حقكم باذن الله. احنا مش عايزين الحاج برضه. يعني زي ما حضراتكم تابعتوا معانا احنا كنا موجودين في مدينه ديار بنجم. مدينه ديار بنجم حصلت فيها واقعه مؤسفه امبارح، يمكن انتشر يوم الجمعه، انتشر امبارح على موقع التواصل الاجتماعي فيديو سيده بتضرب حماتها. المدخل اللي احنا شايفينه ده كانت قاعده في المكان ده وكانت بتضربها للاسف بطريقه بشعه. المكان ده كانت بتضربها فيه بطريقه بشعه، والفيديو ده انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي بتضربها. ايا كان السبب ما ينفعش ان هي تضربها، دي زي امها. يمكن احنا جينا النهارده عشان نعرف الحقيقه فين، وكان السبب بسبب